فقط هذه المدونة نتحدث عن نفسية الغزاوي التي تبهر تبهر تحدث عن الذين لا يؤمنون وهي تبهر حتى الذين يؤمنون يعني أي نفسية هذه نحن شاهدنا في عز الحرب وهذه ربما يمكن ان ندخلها في اطار الحيل النفسيه ونوع من الصمود والتحدي واحتواء هذا الواقع اناس يشاهدون مباريات كره القدم اناس زيجات اعراس احتفال باعياد ميلاد شهدنا طلبه يناقشون وسط الدمار لبحوث التخرج اي نفسيه هذه يعني ما السر انت الذي عايشت هؤلاء الناس هو وف... ولا الحياه ان تستمر ان تستمر الانسان يخلق الإنسان بطبيعته يخلق أنا عندي تعريف جميل للبطل البطل هو الإنسان العادي الذي في ظروف غير عادية يصبح غير عادي فلا يستسلم لظروف إذا, إذا استسلم يموت والحمد لله ليس هناك حالة انتحار لأن هناك إيمان الإيمان بالقضاء والقدر والاستسلام الاستسلام لأمر الله ان تفوض امرك الى آه الله و و والاكثريه الناس اللي ارتفع ايمانهم في هذه الحرب ولا بد ان تقول ان لعل بعد ذلك امرا لعل بعد هذا الذي يصير امرا الناس تعبت وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لان الامر الامر صعب مثلا لا من الطريقه العاديه ما عندكش البيت ما عند اولادك بقرة السنه ليس هناك مستقبل تدمير تدمير ممنهج انا عمري ما شفت شي تدمير كنت كنشوف الصور ديال مدينه دريز او مدينه برلين بعد الحرب العالميه الثانيه او احياء من 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 حلب عشتهم ولكن تدمير الممنهج لجميع الدور وجميع يعني جميع السكن وجميع الورشات يعني هذا التدمير والصرف الصحي وامداد المياه والكهرباء واقتلاع و... اقتلاع لل... يعني للشوارع. الشوارع الشوارع صارت تراب يعني شارع صلاح الدين اللي هو شارع يعني ممتد يعني فيه يعني كبير في بعض المناطق فيه صار كانك تمشي في التراب ما, ما بقى الشارع لا يعرف لا يعرف الشارع في مناطق كبيره من كلها من... من... لما مثلا كنمر مرينا على على الحاجز الاول دابا الجيش الاسرائيلي عنده واحد عمل حواجز على الشارع ديال صلاح الدين وشارع الرشيد لما كتمر على الحاجز غير كتمر فكتدخل فواحد المنطقه كلها فارغه من الناس اشباح والشارع كله مقلع والدور كلهم قريبين وعلى, وعلى ما على وسط على كل هذا الدمار تنبعث الحياه اه كتلقى بعض المرات بعد الناس آه. شويه شويه لان دابا الشمال فيه ناس كاينين فكيحاولوا ما امكن انهم انهم في منطقه مثلا حاولوا يديروا النت داروا 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 فيها كاين فيها النت كيشبكوه فهما كيحاولوا تما يجتمعوا باش يديروا النت وقالوا لي يعني هذه راه تقصفات وعاودوا رجعوا لها لان خصو النت باش يعيش باش 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 يتواصل مع العائله ديالو يعني يعني واحد واحد الصراع مع الحياه وهذ القصص هادو القصص مهمه للعبره للناس اللي كاين على برا والناس الذين اللي ما تيحمدوش الله على اللي عطاهم الله أنا شخصيا لما يكون عندي مشاكل فلما كنشوف هذا الشيء ما قيمه المشاكل ديالي امام <applause> امام كلها طيب. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي